التسبيح باليد اليسرى، هل هذا مشروع؟ المشروع هو أن يسبح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أن صلى الله يسبح بيمينه، ولكن إذا شق عليه التسبيح فأدخل اليسرى معها كان ذلك تبعا، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، وتزول الكراهة فيما يكون تبعا فيما لا يكون استقلالا أيضا، لأن هذا على وجه الكراهة وليس على وجه التحريم، أقصد التياسر في هذه. ولكن بعض الناس حتى يضبط التسبيح يحتاج إلى كلتا اليدين، فهذه تبع، فهي تابعة لليد اليمنى، أما أن يفرد اليسرى ففي القلب منها شيء، لا أرى. نعم.